شو يا نوار شايف بيدك كتاب؟ كانت منا عم بتقلي عنه اصلا الكتاب، شكلك حبيتيه منه ورح اعطيك اياه مشان تقراي. وماله؟ طبعا دعاء يمكن من اكثر الناس اللي بتعرف قد ايه انا بحب الرومي وشمس تبريزي، وقد ايه انا فعلا كان هيك على فتره عندي شغف اعرف عنهم كل شيء. فبعد ما انت تحب قصه تصير تحاول تجيب كل المصادر اللي بتتعلق بهذا الموضوع. هذا الكتاب واحد من احلى واجمل واهم الكتب اللي بتحكي عن شمس تبريزي والرومي، اسمه انا والرومي، هو السيره الذاتيه بقلم شمس تبريزي، كيف شمس تبريزي كان شايف حياته هو والرومي، وبيحكي كثير عن حياه شمس نفسها. هي كتبه وترجمه مستشرق ويليام شتيك. هلا في شيء اغلب الناس اثنوا عليه او اكدوا وجوده ما اثنوا عليه، هو المحادثات بين الرومي وشمس تبريزي. الناس اللي كانت تكون موجوده بينهم تكتب هم شو عم يحكوا، ففي كثير من الاشخاص حاولت تاخذ هاي المحادثات وترجمها لعده لغات. ويليام من الناس اللي فعلا قدروا يترجموا هاي المحادثات بطريقه صحيحه جدا، ومن اكثر الاشخاص اللي قدر ينقل هاي الثقافه على لعند الغرب. وبيقولوا انه بامريكا الشماليه اشعار الرومي من اكثر الاشعار المشهوره، كثير ناس عندها شغف وحب لحتى تعرف اكثر عن هاي القصه. بهذا الكتاب بينت يمكن شخصيه شمس اكثر من ما كانت مهمشه بعض الشيء ببعض القصص الثانيه، وبعض الناس يمكن ما كانوا كثير يهتموا بهذا الموضوع. رح خبركم انه هذا العمل من اهم الاعمال اللي اي شخص عنده اهتمام بالصوفيه بالفلسفه الاسلاميه او محبين وعشاق الرومي وشمس بيقدروا يقراوا هذا العمل. طبعا هو مقتطفات من حياه شمس نفسه، بيحكي كثير قصص حلوه. اذا معي وقت او اذا بيرجع لي الموضوع بقدر اقرا لكم كل الكتاب، لانه كله بتعرفوا محدد عليه قصص كثير حلوه، عبر، اشياء بتقدر تستفيد منها بحياتك انت. في موضوع كنت كثير حاب احكي لكم عنه لحتى يمكن شوي نتخيل الزمن اللي كان فيه شمس. شمس كان بفتره من فترات حياته يعطي دروس للناس، يعلم الاطفال، يعلمهم مختلف الاشياء، يعني ثقافه عامه مو شيء معين. ففي احد التلاميذ كان مرافق دائما لشمس، حتى انه ابوه وامه لهذا التلميذ صاروا يجوا عند شمس يشتكوا انه هذا التلميذ ما عم يتركوا لشمس، كل الوقت هو معه. فلما راحوا سالوه قالوا لشمس فليكن إحساني هو تعلقي بك. ما قدر يترك شمس أبداً. ففي مرة شمس دخل عليه الأوضة وكان عم بيقول شعر، عفواً كان عم بيقول في طريقك يأتي العشاق ويذهبون، يتدفق دم الكبد من عيونهم ويذهبون، أنا ملازم لبابك دائماً كالتراب، يأتي آخرون ويذهبون مثل الرياح. قال مرة واحدة، طلب منه شمس أنه يعيدها، ما رضي يعيدها. هذا التلميذ للأسف توفى لما كان عمره 18 سنة، ما كمل المسيرة مع شمس. هذا الكلام كله كان قبل ما شمس أصلاً يلتقي بالرومي. من بعد ما التقى بالرومي شمس هو بنظره كيف كانت هاي العلاقة بينهم، أو كيف كان الالتقاء العظيم، يمكن كيف تحول الرومي من فقيه أو من شخص يخطب الجماعة لشاعر، لحدا مثلا بيهتم كتير بالموسيقى والرقص والفن، بيهتم للنواحي الروحية أكثر من النواحي المادية الملموسة. في إحدى القصص كمان إنه شمس عم بيشبه الأشخاص الطموحين، في حيوان من الحيوانات كان عم يسأل الجمل، عم بيقول له ليش أنا كل ما أمشي بقع على راسي وانت بتضلك ماشي ولا عمرك وقعت على راسك؟ فقال له الجمل، قال له اول شيء لانه انا راسي دائما مرفوع، ولانه انا عندي نظره ثاقبه، بقدر شوف البعد، بقدر شوف 10 خطوات بعيد عني، وبقدر شوف كمان قدامي وين انا عم بدعس، فانا مره بتطلع بعيد ومره بتطلع قدامي، لهيك انا ولا يمكن اقع على راسي. فاذا انت كان عندك ثقه بالنفس ونظره ثاقبه مستحيل تتهدم احلامك، وانت دائما عندك طموح. فتخيل يمكن ربط الاشياء الملموسه بحياتنا بهي الطريقه بتخليك دائما انت من الناس اللي عندك شغف وحب لحتى تعرف اكثر عن هي القصه. في كثير اقتباسات، عفوا، في كثير اقتباسات حلوه بتمنى لكم اياها كلها كلها كلها. اصلا في كثير شغلات حلوه، اذا انتم حابين ممكن تتصفحوا الكتاب. اي حدا يمكن عنده حب لهدول الشخصين بنصحه يقرأ هذا الكتاب. هو الكتاب كتير بيسلي، مو قصة واحدة،
يعني نعم. ما عندك خط سيرة قصة شمس والرومي، لا هي مقتطفات كيف شمس اشتغل على شخصيته أكتر، كيف بنى شخصيته أكتر، وكيف تعرف على الرومي، وكيف بعدين اختفى شمس. يا سلام. بصراحة يمكن الموضوع كتير حلو، وكونها مش رواية متكاملة يمكن تعطيك جوانب مختلفة من حياة شمس والرومي، خصيصا انه في كتاب قواعد العشق الأربعون يمكن بلشت من اول ما بلشت علاقتهم مع بعض او بلشوا يتعرفوا على بعض، يمكن ما جابولنا كتير عن ماضي شمس ولا جابولنا كتير عن ماضي الرومي. بس اعطيني نوار شوي الكتاب بعد اذنك. هذا فعلا دعاء بيتطرق لشخصية شمس الهادي اللي كان يتميز بالصخب، اللي كان عصبي حليم. شمس شخص متناقض كان ببعض اللحظات، فهذا الكتاب بيتطرق لهي الشخصية أكثر، بعرفك أكثر عن هذا الشخص. أنا والرومي حكي عن شمس كتير، وفي كتاب تاني اسمه حارس العشق الإلهي كمان إذا قدرت ممكن جيب لكم إياه بعد فترة، كمان حكي عن شخصية شمس كتير. يعني بعتقد انه كمان من خلال شرحك نوار انه 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 الكتاب عم بيشرح مراحل حياة شمس وكيف تقلباته وكيف طلع من 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 مرحلة لمرحلة. يمكن الانسان العصبي بعدين هادي بعدين لا شوي في عنده صبر، في عنده قوة، من وين القوة اجت، كيف نقطة التقائه مع الرومي جلال. بعتقد انه هي الاحداث بتجسد الأشياء اللي ممكن تغير من الإنسان وشو اللي غير من الإنسان، يعني بتعطيك الموقف اللي غير من الإنسان طبعه. صح، وتحديدا حلو. بس أنا شايفة إنك كمان محدد كتير أشياء ما بدك تقرأي لنا عنها. بلا أكيد رح أقرأ لكم، بس بدي خبرك أمجد تحديدا إنه هاي القصة وصلت كتير للغرب. يعني هي قصة جلال الدين الرومي وشمس تبريزي من أكثر القصص اللي ترجمت، ومن أكثر القصص اللي المستشرقين اللي كان عندهم اهتمام بالمسلمين حبوا هي القصة لأنه هي كانت روحانية كتير. منا شو رأيك بالموضوع؟ عم حاول دور لكم على شيء ممكن أقرأ لكم إياه، بس خبريني رأيك. اللي عجبني نوار في علاقة شمس تبريزي مع جلال الدين الرومي إنها علاقة تكاملية، الاثنين تحسي ان هم بيكملوا بعض، مش بس بيتعلموا من بعض رغم فرق السن اللي بينهم. بلاحظ كمان ان كل واحد عنده وجهة نظر مختلفة في نفس الموضوع. ده اللي بشوفه دلوقتي احنا فاقدينه نوار في زماننا الحالي، بتحسي ان كل شخص بطل عنده شعور بحاجة الى الاخر، لا انا بقدر اعمل كل حاجة دون تدخل الاخر معايا او دون مشاركة الاخر في نجاحي او اجتهادي. اللي عجبني كمان في الكتاب اللي انت بتتكلمي عنه نوار الأمثلة اللي موجودة عن الحياة، يعني حكم في كل مرحلة مع شمس انت بتعلمي حكمة. صح. معينة او رسالة هو عايز يوصلها لك، عشان كده انا انترستد وقاعدة ساكتة وبسمع. والفكرة كمان منها انه في حالة من حالات العشق الخالص بين هدول الشخصين. يعني مثلا في شيء مكتوب بيقوله شمس: زارني خيالك يوما في المنام وسمح لي بشرب ماء وصالنا، بقي حبيبي طوال الليل وغادر عندما لاح وجه الصباح، كلي منح إلى كلك وكلي مشغول بكلك. عفوا هيك كتب جلال لما اختفى شمس. بتحسوا انه قديش هدول الشخصين يمكن في وفاء كتير كبير بينهم، شو مع العلم انه يضلوا بس 3 سنين مع بعض. يعني اختفى شمس بعد 3 سنين من اللقاء، لكن هاي 3 سنين قدرت انه تغير حياة الرومي كاملة. يعني في تغير جذري صار الرومي، كل اشعاره اللي نحن اليوم عم توصلنا هي كانت ما بعد شمس. قبل شمس ما كان يعرف يكتب شعر، فهذا الشيء يمكن اللي خلى مريدين الرومي قبل شمس يكونوا اعداء لوجود شمس بحياة الرومي، لأنه هن بالنسبة لهم هن غيروا، هو غير الرومي بشكل كلي. هلأ أنا يمكن الشيء الوحيد اللي مصبرني أنه برواية قواعد العشق الأربعون بيقولوا أنه مع انتهاء كل شمس في شمس جديد رح ينوجد بالحياة، فأنا مبدئياً قاعدة عم دور على شمس.